مرحبا بكم مدينة بوزنيقة. عمر منصوري 26 سنة، لاعب كرة القدم فريق الرجاء البيضاوي. عمر المنصوري، حدثنا شوية على البدايات ديالك من وفاق بوزنيقة. أول شيء كنشكركم على هذه الاستضافة. بالنسبة لي بديت وزاولت كرة القدم في الشوارع كجميع اللاعبين، من بعد التحقت بهذا الملعب اللي كما كتشوفوا في العمر ديال 12 سنة. رفقة اللي كنشكروا اللي صراحة علمني كرة هو السي عبد الرحيم الكرت، بجانب ديالو مبارك إطار هنا كيشتغل في هذا الملعب. والحمد لله كانت المسيرة ديالي ناجحة. ما لقيتيش صعوبات من طرف العائلة في الولوج كرة القدم؟ أول شيء لقيت صعوبات كانوا الوالد ديالي بالأخص، كان الله يرحمه كان بغاني نكمل الدراسة ديالي. أنا كنت نشوف بأن كرة القدم هي المستقبل ديالي، والحمد لله ربي وفقني ونجحت في هاد المزاولة ديال كرة القدم. حاج مبارك، انت من الاطر الاولى اللي اثرتي عمر، واش كنتو تتنبؤوا لي بهذا المسار اللي وصل ليه لدابا؟ حنا عمر كان جابونا الاب ديالو الله يرحمه، فديك الساعه كان في العمر ديالو شي 13 عام بحال هكا تقريبا. حنا شفنا فيه بانه راه عنده واحد الموهبه كبيره بانه غادي يوصل. بدينا كنخدموا انا واحد مؤطر هو معنا عبد الرحيم الكرت، بدينا كنخدموا معاه وهذا سميتو. الحمد لله دابا راه وصل، لعب في مراكش، لعب فرق كبيره بحال مراكش بحال طنجه، ودابا الحمد لله حنا كنشوفوا حنا فرق كبير جدا هو فريق الرجاء البيضاوي. المهنه اللي كنتي غادي دير كون ما كنتيش لاعب كره القدم؟ بالنسبه للمهنه اللي كانت غتكون كون ما كنتش لاعب كره القدم، صراحه ما كنتش كنفكر في شي حاجه اخرى. من الصغر ديالي ما كنتش كنفكر في شي حاجه اخرى من غير كره القدم. كنت كنزاولها في الاحياء وما كنتش كنفكر في حتى في الدراسه ديالي، ما كنتش كنفكر فيها. واخا كانوا الوالدين ديالي كانوا مانسيستين عليا على باش ندرس وباش ولكن تبعت كره القدم والحمد لله ربي. شنو المهنه اللي باغي دير من بعد الاعتزال ديالك؟ كما تنشوفوا اللعابه القدام يا اما مدرب، عمر اش باغي يدير؟ كنتمنى ان شاء الله بعدا ننهي المسار ديالي هذاك الشيء اللي كنحلم به، ونكون ان شاء الله نبصم على مسار جيد في الكره الوطنيه، وبعد ذلك ان شاء الله نشوف المستقبل ديالي، ندوز بعدا لي ديبلوم ديالي ونشوف المسار ديالي من هنا لقدام ان شاء الله. كتشوف راسك بان مدرب مستقبلا؟ كنتمنى ان شاء الله ما نكونش، ان شاء الله نعطي الوقت ديالي للعائله ديالي والوليدات ديالي ان شاء الله، وان شاء الله ندوز واحد الحياه عاديه. عمر، كيفاش تشوف مستوى البطوله الاحترافيه في العام ديال السادس؟ الحمد لله كما كتشوف ولاو عندنا بنيه تحتيه في مستوى الكبير. الحمد لله اللاعبين ولاو محميين من طرف الجامعه الوطنيه لكره القدم، ومستوى بالنسبه للمستوى العام ديال هي غدا وكتطور، غدا وكتزيد القدام، كتعطى بها المثال الكره العربيه، والحمد لله كنتمنى ان شاء الله تبقى غدا وكتزيد القدام ان شاء الله. بالنسبه لرقعة الميدان، كيفاش تشوف المستوى ديال الانديه اللعابه؟ كاين واحد بانت واحد الخدمه كبيره من طرف الجامعه الوطنيه لكره القدم باش تحسن المستوى ديال كره القدم الوطنيه بالبنيه التحتيه. كما كتشوف جميع الملاعب ولاو في مستوى كبير، والحمد لله الكره المغربيه غدا وكتزيد القدام. هما المنصوري، التجربه ديالك في اتحاد طنجه اللي استمرت 6 اشهر، واش تعتبر تجربه فاشله ام مفيده بالمسار ديالك؟
بالعكس اي لاعب كدوز عنده واحد الفتره ديال الفراغ في بعض النوادي. الحمد لله بالنسبه لاتحاد طنجه كما كتعرف فرق كبير، كنشكر الجماهير ديالهم صراحه، شكرا جزيل الشكر للاستقبال ديالهم والتشجيع ديالهم لعمر المنصوري. ومن هذا المنبر كنبغي نقول لهم بان بالنسبه للقطه اللي طرات في مقابله ديال فريق رجاء البيضاوي اللي اعتبروها بانني انا قللت من الاحترام ديالهم، بالعكس هما جماهير ديال اتحاد طنجه عارف ان الاخلاق ديال عمر المنصوري وعارف الميساج لمن كان، وكنتمنى ان شاء الله نعتذر لهم من هذا المنبر هذا. وبالنسبه للتجربه ديال فريق اتحاد طنجه ما كانتش فاشله، بالعكس اي لاعب كيستافد من 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 الفرق اللي داز منهم. انا بالنسبه لي التجربه ديال اتحاد طنجه استفدت منها، وكانت هناك بعض المشاكل وبعض كانوا إكراهات. كنشكر الاداره والمدرب على 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 تقبل وعلى تقبل الطلب ديالي بالرحيل، اللي صراحه تفهموا الوضعيه ديال عمر المنصوري وتقبلوا الرحيل ديالي. فريق رجاء البيضاوي هذا الموسم رغم المشاكل الماليه اللي كلنا تنعرفوها مصم على مسار جيد، شنو هي الوصفه اللي خلات فريق رجاء يبصم على هذا المسار؟ كما قلت لكم سابقا، صراحه فريق رجاء البيضاوي عنده واحد كما كيقولوا بلغه الكره، عنده واحد الجروب في مستوى الكبير، عندنا جروب سعودي، ديك الروح القتاليه ديال الفريق واللي خلاتنا صراحه نبصموا على هذا المسار. كل شيء كيلعب على القميص ديال فريق رجاء البيضاوي. وكنشكر كذلك الجماهير الرجاويه صراحه اللي ساندتنا طيله الموسم، ديما كنلقاوهم معنا مسانديننا، لا في السراء لا في الضراء، لا في الملعب لا في خارج الملعب. صراحة موسم داز استثنائي رغم المشاكل رغم القيل والقال، والحمد لله على كل حال. كاين في هذا الموسم تيقول ان فريق رجاء البيضاوي ضيع البطولة، انتم كلاعبين كيفاش تشوفوا هذه المسألة؟ بالنسبه للبطوله صراحه اللاعبين كما سبق لي قلت لك رغم المشاكل رغم القيل والقال ورغم الاكراهات، الحمد لله اللاعبين قدموا اللي عليهم، داروا مجهود كبير. ضيعنا بعض النقاط اللي كانوا غاليين لينا، والحمد لله مازال ثلاثه مقابلات اللي غادي نجاريو مقابله بمقابله بالتعليمات ديال الاطار الوطني سي محمد فاخر. كنتمنوا ان شاء الله نحصدوا عدد كبير من النقاط اللي يخول لنا ان شاء الله نفرحوا الجماهير ديالنا بالرتبه الثانيه اللي تخولنا باش نلعبوا العصبه الافريقيه اللي غابت عليها فرق الرجاء البيضاوي اللي معهوده عليه. عمر الشخصية اللي أثرت في المسار ديالك الكروي، كون ما كانش هو عمر ما يكونش لاعب كرة القدم. بالنسبة للشخصية اللي أثرت في المسار ديالي، كما سبق لي قلت لكم الأب ديالي الله يرحمه هو اللي كان ساعدني وكان عاونني باش نلعب كرة القدم. صراحة رغم الإمكانيات اللي كانت في مدينة قلة الإمكانيات اللي كانت في مدينة بوزنيقة، كما كتعرف مدينة صغيرة ما كانتش عليها الأنظار، والحمد لله كنتمنى أكون بقى باش يشوفني فرحان باش يشوفني فرحان كنجاور كرة القدم رفقة فريق الرجاء البيضاوي اللي كان هو من محبين ديال فريق الرجاء البيضاوي.